دلوقتي هنعمل البرجر المشوي بس الفراخ. هنعمل ايه؟ معانا الفراخ، معانا فراخ مفرومه، معانا هيبقى نص كيلو، عليها بيضه، ممكن في البوله نفسها. دايما بحب احط في البرجر او الكفته بيض علشان بيدي فايده اعلى للاطفال. هنحط بابريكا حمراء، معانا بصله هتكون معصوره يعني مفرومه ومعصوره، هنحط ملح وفلفل. لو الاطفال نركز ما يبقاش فيه الفلفل كتير عشان ما تبقاش مملحه قوي. خلاص، وهنعجن وبقسماط بس حسب الاحتياج عشان لو حسينا انها طريه زياده علينا. بس كده هيبقى معانا بقى للحشوات خس، طماطم، كاتشب، الكلام ده كله بقى اللي احنا ايه بنحبه. بصوا بقى شكلها كده، وينفع جدا ان احنا نرصها على صينيه وما بينهم كيس نايلون يخشوا الفريزر عادي جدا اهو. والولاد بيحبوا جدا يعملوا الموضوع ده جدا.